اتكلم بقى عن اللغة، دي الحاجة بتاعتي انا الشخصية. مثلا لو بنتكلم عن البوبر، لان طبعا لازم يكون عندك بوبر. بص يا شباب، البوبر ما تستخدموش الا والمية حصيرة. البوبر ما تستخدموش الا والمية زي ما احنا بنقول حصيرة. صدقني خطير خطير خطير. بمعنى انت فكرة ان انت تستارت كاستنج، ان انت تضايق السمكة لو مش جعانة، تضايقها تخليها تتنرفز، او تشوف سمكه بتاعتك مثلا ماشيه بشكل مش تمام، تحس ان هي طعم سهل فتهجم عليه. الميه حصيره، الجو كله هادي، السمك كله هادي. البوبر فكرته انه بوب 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 ويرش ميه. طبعا كلنا عارفين الكلام ده، بس سامحوني ان انا بعيده يعني. فده بيعمل اكشن في الميه، بيغير وضع الميه اللي هو الهدوء، فالسمكه بتتجنن او بتحس او بتشوف فبتيجي تهجم عليه. البوبر خطير، استخدمه والميه هاديه. لان انا بشوف، انا يعني بصطاد في اماكن معروفه للشباب في الدمام، بشوف الناس مثلا ميه جميله وهاديه ولذيذه، وهو حاطط مثلا لور، ما السمك جوه هنا نفسه هادي مع الميه، يعني نفس السيستم ماشيين مع بعض. انت حط حاجه يعني تعكس الموضوع، غير. فالبوبر اوكي، البوبر ده من شركه اسمها راتشنر ران ران اه رانشر اه ايه مكتوب اسمها عشان هي اسمها صعب شويه. رانشر. انا جايب منها حاجات كتير، مش هتصدق الاسعار بتاعتها لما تخش على الابليكيشن وتشوف. بوبر ده منه بوبر ومنه بنسل توب ووتر. يعني انت البوبر توب ووتر عموما، ولازم يكون عندك بنسل توب ووتر. فالحاجات اللي هي توب ووتر صياده، صياده لو في صيد هتصيد، ولو الصيد ضعيف هي بتكون اكتر نسبه ان انت تصطاد بيها. ده اسم الشركه، كده كده هحط لكم اللوجو بتاع الشركات كلها انا بتكلم عليها. ده اسم الشركه، ده بوبر وبنسل في نفس الوقت. بنسل تويتشات تمشي بالراحه، تويتشات. فالفكره ان هو بيمشي كده، اللي هو ماشي يعني بيسموها الدوج ووك. بوبر ان انت برضه تديله تويتش طويله وبوز، تويتش طويله وبوز، بيعمل نفس الحركه اللي هو بيرش الميه حواليه. هو طبعا فيه 3 سنون، فانا غيرت له السيستم شويه وخليتهم بالطريقه دي. وصراحه الطريقه دي بالنسبه لي اكتر فعاليه من الهوكات التريبل. يعني مش في كل السمك طبعا، بس يعني ده المفروض بنسل. والبوبر السمكه هتخش عليها بغباوه يعني، فمش محتاج تريبل ومش محتاج 3 سنون على طول. يعني انت مع الخبره بتقيسها بعد كده يعني. ده بنسل بس مش توبوتر. ده من شركه نويبي. نويبي شركه صينيه محترمه جدا، حاجتها غاليه شويه بس برضو ارخص من المحل اللي بيبيعها هنا في السعوديه. شركه محترمه جدا. الالوان انت بتجيبها على مزاجك، بس انا جبت اللون ده عشان ده يعني بينور في الضلمه، فانا بستخدمه بالليل. طبعا ده بنسل بس مش توب ووتر، ده سينكينج بيغطس. حركه البنسل السينكينج اللي هو اللي بيغطس مش اللي بيمشي توب ووتر، تويتشات بسيطه او تويتش وتسيبه ينزل. هو فكرته كلها زي الجيج مثلا. انت بالنسبه لك السمكه بتشوف ان هي سمكه بتحاول او مضروبه او مجروحه وبتحاول تعوم ومش عارف، فانت بتدي له تويتش فبيمشي في التويتش كده يطلع معاك، وبعدين بتسيبه فبينزل كده، وهو بينزل طبعا نفس الحركه، بينزل لوحده كده بيدي نفس الحركه ونفس الموضوع. او يعني انا انصحك ان الحركه دي فعلا، او ان انت تمشي بالطريقه اللي انا هقول لك عليها دي. صياده 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 بجنون، وبيتهبل عليها الباراكودا لو موجود. انت بتدي له تويتش طويله، تويتش طويله بمعنى ان انت اكنك بتحرك بوبر، بتشد فهو بيمشي كده 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 مده طويله وتسيبه ينزل. نفس الموضوع، تشد يمشي مده طويله وبعدين تسيبه ينزل. المهم موضوعنا الاساسي ان يكون عندك بنسل توب ووتر، وعندك بوبر، وعندك بنسل سينكينج اللي هو اللي بيغطس. ده توب ووتر نفس الحركه برضو دوجوك، ده توب ووتر بنسل. الشركه الثانيه اللي انا انصحك ان انت تجيب حاجتك واللور بتاعتك من عندها وانت مطمن ان اللور بيمشي صح، الماتيريال بتاعته جميله. مش هكون باينه في الفيديو او لا، بس هو عموما انا بحط لكم لينك. شركه اسمها بيركينج ده اللغه بتاعتها. طبعا انت بتاخد يعني بتاخد الوزن تبع اللغه على حسب القصبه والمكنه اللي عندك وكل حاجه يعني. فانا الحاجات دي كلها ميديا، تقريبا في حدود 15 جرام 17 جرام، طولها في حدود ال 100 110 110. طبعا 110 باللسان بتاعها يعني. دي تقريبا نفس شكل الروبيانا بالغامق اللي هنا ده، ودي بطلع عليها جشة، بيطلع عليها جشة خطيرة. في واحدة تانية اللي هي الروبيانا نفسها بقى، برضو من نفس الشركة بيركينج.
هسيب لكم اللينكات او لوجوهات الشركات، شوفوه وشوفوا الاسعار وشوفوا انتوا كنتوا بتشتروا من هنا بكام. بير كينج نفس الموضوع. اللور ده انا انصح اي حد فيه، يعني سواء انت هتشتري او مش هتشتري اشتري اللور ده، خطير. يمكن ده تالت واحد اجيبه بسبب اللي بيعمله في السمك لما بيكون فيه صيد. بير كينج ده بيكون فيه عواكس، معرفش هتبان او لا، برضه نفس الموضوع. بير كينج، معلش طولت عليكم بس يعني انا حبيت افيد. بقول لكم يعني وانت قاعد فاضي وفر فلوسك. لو انت غاوي كاستنج، بقى لي 3 سنين بشتري من علي اكسبريس، ومش عايزك تتعب وتلف وتدور وتدور على سيلر معين، انا هدي لك كل الحاجه. بير كينج، فشركه بير كينج هتلاقي زي ما قلت لكم الشركات الصينيه هتلاقي عندهم كل حاجه، كل حاجه بيبيعها تخص الصيد. بير كينج اشتري من عندها لور فقط، هتلاقي عندهم سوفت ما تشتريش. انا بقول لك ما تشتريش سوفت، اشتري من ميردس. في حاجات تانية، دي حاجات بتكون أطول شوية لما بيكون في أحجام سمك باركودا كنعد، الحاجات دي أوكي. برضو بير كينج، بير كينج الالوان انت بتجيبها على ذوقك على مزاجك، بس يعني في حاجات اساسيه، يعني حاجه زي كده دي لازم تكون اللون ده معاك اساسي. اللون الابيض الساده يكون معاك اساسي، او حتى ابيض نفس الطريقه كده برضو يكون يعني ابيض، يا ابيض في خطوط برضو اوكي. اللون ده لان تقريبا بيديله نفس شكل الميد، نفس شكل الميده. مثلا اذا كنا بنتكلم على اللور ده اللي هو انا عندي الفيديو اللي حطه على القناه اللي انا صيد عليه الضلع، تقريبا ضلع معديه ال 5 كيلو من ايه، من نفس الشركه اللي هي اسمها رانيتشر. دي رانيتشر نفس الشركه، اللور ده من نفس الشركه دي. اللور ده تقريبا يعني عشان بس اقول لكم ما عداش ال 8 ريال، بس طبعا انا الهوكات عشان تكونوا برضو عارفين، اسف تريبل الهوك والحاجات دي. انت بتشتري لور، مش كل الشركات بتدي لك لور بهوك نظيف، فانت ممكن تاخد لور وتشتغل بيه على طول ويصيد معاك والسمكه تفتح منك التريبل هوك وتفلت. فانا انصحك تغير السبليتات، السبليت رينج، وتغير الهوكات، دي حاجه مهمه. انا بقول لك اللور ما عداش 8 ريال، فلما تحط له ثلاثه تريبل هوك مع سبليت ولا حاجه. السبليت اشتريه من سي نايت بتاع الخيوط. الهوكات نجيبها يعني تدي الوان برضو عشان تعكس مع السمكه وكده. لو حابين برضو تعرفوا هحط لكم اللينك بتاع الشركه. انا ما عنديش حاجه يعني شاريها اصليه، اللي هي مش اصليه اللي هي بمعنى كلمه من شركه دو، من شركه مش عارف ايه، الا يمكن اول ما بدات كان حاجتين ثلاثه اول ما بدات، بس الباقي كله بصراحه شركات صينيه، وشركات صينيه محترمه والحمد لله كله مصطبط بيهم. برضو ده لور من شركه تسيرونيا تقريبا، انا مش عارف بنطقها صح او لا، برضو خطير. شركه تسيرونيا الحاجات اللي انا بكلمكم عليها دي مش حاجات غاليه خالص، يعني انت ممكن تشتري 5 من دول من علي اكسبريس، في المقابل انت ممكن تشتري قصادهم واحد من هنا او اتنين بالكتير من المحلات. برضو الهوكات نفس الموضوع، السبليت نفس الموضوع، يعني افضل لك تغير السبليت رينج وتغير الهوك، اضمن لك واحسن لك. اسماء الشركات الصينيه اللي هي انا بقول لك عليها، والله هتروح المحلات هنا هتلاقيها موجوده، بدأوا يجيبوها وبدأوا يشتغلوا فيها، لأن المشكلة إن هم ما بيبيعوهمش بسعر أو بيحط عليه نسبة ربح توفر عليك مثلا إن أنت تستنى 3 أسابيع، بالعكس هو بيحط عليهم أكتر من 150% نسبة ربح، فأنا شايف إنه حرام، فعشان كده أنا عملت الفيديو ده. فيديو طويل شوية بس يعني أنا أملي إن على الأقل واحد بس يستفيد من الكلام اللي أنا بقوله، أكون وفرت له فلوسه ويكون ده عالي. لو نتكلم زي ما قلت لكم، أنا في أول ما بدأت بس اشتريت الحاجات الأصلية، أنا ما كنتش أعرف أشتري منين، فتشتري من المحلات يعني. ده دو، ده دو سبرنت، اسمه دو سبرنت، ده اسود على بتنجاني على مش عارف ايه. انا اللور ده محتفظ بيه، يعني اللور ده يعني مجنون. بمناسبة اللور ومشية اللور، الجيرك بيت اللي هو ده اللي بيتقال عليه جيرك بيت ده، انا بشوف برضو شباب وانا بصطاد ماسك البوصة
انت يعني انت لو السمكه شافت اللور بتاعك وهي ماشيه يا اخي هتكسل تجري وراه والله، لو ما كانش في قناعة وبركوده والله ما يعني ما فيش حاجه تجري وراه. فسامحني يعني الجيرك بيت، انا هقول لك على حاجه سهله وبسيطه، كل اللي انت بتعمله تويتش تويتش وبوز، تويتش تويتش وانت بتلف المكنه، تويتش تويتش بوز، بس في تويتش تويتش بيخلي اللور يعمل كده وبعدين بتخليه بوز واقف وبعدين بتحرك، خلي اللور بتاعك يمشي زي السمك الطبيعي، يمشي زي السمك الطعم بالنسبه للسمكه اللي هي بتدور عليه، ويعني خلي ادي فرصه للسمكه ان هي تقرب منه، ان هي تهجم عليه، ان هي تشوفه، يعني ما تتعبش نفسك على الفاضي. بس يعني ده اللي انا اقدر اقوله، واللي انا بقوله لك ده بناء على الخبره وبصطاد الحمد لله. يعني حاجه زي كده مكتوب عليها سبرنت، سبرنت ما ينفعش تويتش تويتش وبوز، سبرنت ده لازم يعني عامله معامله البنسل السينكينج، خلي ارمي وشد مره واحده وخليه بوز، وشد مره واحده وخليه بوز، سبرنت بيتحرك حركه زي كده فبيجنن السمك. لو السمك موجود او الصيد حاضر، لور محترم جدا، اول مره اخدته السمكه وراحت بصراحه، فتاني مره جبته وخليته عندي بس مش اكتر، يعني انا بحب اشوفه يعني. بمناسبة برضه احنا بنتكلم على اللورز والشركات وكده، الشيرك بيت عشان بقول لك، بما ان انت عندك لور جواه اللي هي الكور الحديد الخرز ده او بيعمل صوت وهو بيتحرك، حاول تخلي لان الصوت ده بيستفز السمك او زي ما تقول بينادي على السمك، فعشان كده بقول لك تويتش تويتش، فهتلاقي الحركة دي تعمل صوت وبعدين بوز، او انت بتمشيه لوحده كده ما بيعملش اي صوت، فانت معتمد ان السمك موجود في المكان اللي انت بتصطاد فيه. عموما هو كل واحد لطريقته، كل واحد يعني يمكن جرب طريقة فصادت معاه فهي دي اللي بيعتمدها، بس يعني انت ممكن تجرب كل الطرق وتشوف انه اللي تظبط معاك. بس كلمتكم على الشركات او الحاجة بتاعتي، طبعا ربنا يوفق الجميع. انا اسف ان انا كنت طولت عليكم. ده لور برضو بس ده انا اللي عامله يعني، فبرضو احتاج رأيكم فيه في الالوان وكده. الجيجات ما اتكلمناش عليها، الجيجات في علي اكسبريس تخش على اول بلو، اول بلو شركه محترمه جدا جدا للجيجات، بيبيع جيجات كويسه الوانها كويسه، سعرها غالي شويه بس برضه وليكن ارخص من المحلات اللي بتبيع الاول بلو هنا. باكد لك وباكد للشباب كلهم بتوع الكاستنج ان كل الشركات اللي انا قلتها دي كل المحلات بقت تجيب منها دلوقتي وبتعمل لها اعلانات ولا اروع، يعني مع انها في الاول كانت صيني وكان يقول لك ده صيني وده دو وخد الدو، الناس بقت تتجه ان هي خلاص السوق مفتوح، الشركات الصينية ساعات بتعمل حاجات خطيرة. الشركات اللي انا قلت لك عليها وهسيب لك في اخر الفيديو اللوجو بتاعها عشان لما تخش على علي اكسبريس تعرف ان هي دي الشركة مظبوط، لان ممكن تلاقي اسم الشركة اوفيشيال واسم الشركة جنبها يو اس اي وحاجات زي كده، فانا هقول لك ايه المتجر الاساسي، لان ممكن يكون المتجر الاساسي عاطي متجر تاني اخد نفس الاسم فبيزيد عليك السعر شوية، وحتى لو زاد عليك السعر مش هتلاقي السعر اللي هو بيتباع فيه في المحل. رينيتشر دي موجوده في المحلات هنا وبيبيعوها باسعار، لما تخش على علي اكسبريس هتشوف ان سعرها زي ما قلت لك ده انا كنت جايبه في حدود 8 ريال، 8 ريال يعني ما جابش حق الشحنه حتى بتاعه يعني مش اللي صنعه يعني. فعندك رينيتشر، عندك تيسيرونيا، بيركينج، بس طولت عليكم في الفيديو. ان شاء الله الفيديو الجاي لو في حاجه معينه عاوزينها تحت امركم ممكن تكتبوه في الكومنت، واحاول اعمل لكم ربطات ما بين الليدر، ربطات كتير جدا بس انا هدي لك السهله البسيطه القويه اللي تعملها في 5 دقائق بس. شكرا لكم دعواتكم وربنا يوفق الجميع، وان شاء الله يكون عندكم حاجات اكتر من اللي عندي واصطادوا اكتر واكتر يعني. السلام عليكم وكل جمعه وانتم طيبين.